روسيا دفعت بقوة عسكرية جديدة تجاه العاصمة الأوكرانية كييف، وهذا الدفع بهذه القوة هو جاء بعد عدد من التحركات التي جرت من الجهة الشرقية للعاصمة الأوكرانية كييف. هذه هي كما ترون الحدود الإدارية للعاصمة الأوكرانية كييف التي تأتي بهذا الشكل تقريبا كما ترون، ومن هنا طبعا هي الأراضي البيلاروسية والحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا. بالنسبة للتحركات التي تمت بالنسبة إلى الجيش الروسي من هذا الاتجاه من شرق العاصمة كييف، هي جاءت أولا على نقطتين هم سيطروا على هذه المدينة، ألا وهي ستارا باسان، وبعدها سيطروا على نوفا باسان في نفس التوقيت، وتقدموا من مدينة نوفا باسان تجاه مدينة أخرى ألا وهي بريموها، وبدأوا بعمليات قصف مكثف بالراجمات الصاروخية موجهة ضد هذه المدينة التي ترونها أمامكم ألا وهي بوريسبيل، والتي لا زال الجيش الأوكراني يسيطر عليها حتى هذه اللحظة. وفي نفس الوقت كان هنالك تقدما مثيرا بالنسبة إلى القوات الروسية تجاه هذه المنطقة ألا وهي تشيرنيهيف، تشهد الكثير من المعارك، هنالك قوات قادمة من الشمال، قوات قادمة من الشرق، والقوة التي نتحدث عنها اليوم هي القوة التي كان من المفترض أن تهاجم تشيرنيهيف من الغرب، وكان متوقعا أن تدخل إلى هذه المدينة من الغرب وأن يكون هنالك إطباقا على هذه المدينة التي لا زال الجيش الأوكراني يسيطر عليها، ولكن كان هنالك انعطافا كبيرا لهذا الرتل الروسي الكبير وتوجه إلى هذه المدينة ألا وهي كوزليتس، ولم ينتظر كثيرا أبدا حتى تقدم بسرعة خلال 24 ساعة، وهذا هو التحرك الجديد. قطعوا 33 كيلومترا أو حتى 34 كيلومترا ليصلوا إلى بوهدانيفكا، هذه هي المدينة التي وصلوا إليها والتي هي تبعد 10 كيلومترا فقط أو حتى أقل للوصول إلى الحدود الإدارية الخاصة بالعاصمة الأوكرانية كييف. وهذه تضعنا أمام موقف كبير جدا بالنسبة لما ممكن أن يجري بعد هذا التحرك بالنسبة إلى القوات الروسية. هذه المدينة التي ترونها هي الهدف الأساسي بالنسبة إليهم، وهذه المدينة هي مدينة بروفاري التي لا زال الجيش الأوكراني يسيطر عليها كما هو واضح. بالنسبة للجيش الروسي الآن واضح بأنه وضع مدينة بروفاري تحت المطرقة، لماذا؟ لأنهم ممكن أن يتقدموا الآن من هذه المدينة ألا وهي بوهدانيفكا التي نتحدث عنها، وفي نفس الوقت يتقدموا من ستارا باسان من أجل الإطباق على هذه المدينة التي ستعتبر إغلاق تام لشرق العاصمة الأوكرانية كييف، وقد يحدث هذا الأمر خلال الساعات القادمة. بالإضافة إلى ذلك قد يتزامن مع هذا الأمر هو هجوم سريع أيضا من هذه المدينة التي تحدثنا عنها ألا وهي بريموها، مع القصف الذي أصبح أكثر من 72 ساعة وهم يقصفون في هذه المدينة التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني ألا وهي بوريسبيل، وبالتالي ممكن جدا أن يقوموا بعملية إنزال في المطار الخاص بها سريع للغاية، وبعد ذلك يقتحمونها ويسيطرون عليها. وبالتالي نحن نلاحظ أن الآن هي عبارة عن كيلومترات بسيطة من أجل الدخول إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وأنه سيكون هنالك إغلاقا من هذا الاتجاه واضح من الجيش الروسي في الفترة القادمة. وكذلك هذا الأمر هو يفتح بابا بالنسبة إلى الجيش الروسي لكي أيضا يطوق المنطقة الجنوبية للعاصمة الأوكرانية بهذا الاتجاه، إلى درجة أنهم يغرقون حتى نهر الدنيبر من هذه الجهة. هذا هو نهر الدنيبر الذي ترونه أمامكم تقريبا، هو يأتي بهذا الاتجاه، ممكن أن يغرقوه من الجهة الشرقية، خاصة وأن الجيش الروسي أيضا يجب أن لا ننسى بأن لديه سيطرة كبيرة من الجهة الشمالية. هم وصلوا أيضا إلى مطار أنتونوف وهم الآن يهدفون، بحسب المعلومات المتوفرة الآن تهدف القوات الروسية مع القوات الشيشانية للسيطرة على مدينة يطلق عليها إربن، تأتي بهذا الاتجاه. لا زالت أيضا القوات الأوكرانية تسيطر عليها، وإربن لا تقل أهمية عن بروفاري، نفس القضية، ولكن هي تأتي من الشمال الغربي لهذه العاصمة، وبالتالي هم سيهدفون بكل تأكيد. وأساسا هم تمكنوا في الفترة الأخيرة من قطع الطريق الغربي للعاصمة الأوكرانية كييف، وهذا يوضح بأنهم أيضا لديهم فكرة بالتقدم لقطع الطريق بشكل تام على نهر الدنيبر أو إغلاق المنطقة الجنوبية للعاصمة الأوكرانية ويسيطروا على الجهة الغربية
للنهر الدنيبر بهذا الاتجاه، وبالتالي يغلق هذه العاصمة وفاسلي كييف التي لا يسيطرون عليها، لا زالت أيضا تحت سيطرة القوات الأوكرانية. ممكن جدا أن تكون هي منطقة أخرى للسيطرة عليها، لأن هنالك مطارا وقاعدة مهمة جدا فيها، مهمة جدا للغاية، وبالتالي هنا مطار، هنا مطار، وهنا مطار، ثلاثة مطارات محيطة بالعاصمة الأوكرانية كييف، أي بما معنى أن العاصمة أغلقت بالتمام والكمال مع هذه التحركات السريعة. كذلك إيميجسات إنترناشنال كشفت صورا لتحركات صاروخية تجري في بيلاروسيا، والصورة قادمة من يوم أمس التي جاءت بهذا الشكل كما تلاحظون أمامكم، هي في داخل بيلاروسيا كما تحدثنا، والصورة هذه لصور القمر الصناعي توضح بأن 8 مارس أي يوم أمس هذه المنصات لصواريخ الأرض أرض الآن موجودة في بيلاروسيا في هذه المنطقة ألا وهي كالينكافيتشي، تتواجد فيها منصتين بهذا الاتجاه. وكذلك كما تلاحظون أن هنالك أيضا عربة أخرى هم وضعوا شكا بوجود هذه العربة مما ممكن أن تكون أو تقوم به من دور في عملية الهجوم، وبالتالي هنا لدينا منصتين و 1.8 كيلومتر كما تلاحظون عن هذه العربة التي تأتي بهذا الاتجاه. والمنطقة التي تتواجد فيها هذه المنصات الصاروخية هي تأتي بهذه المنطقة التي تحدثنا عنها، وبالتالي هي تبعد 400 كيلومترا عن العاصمة الأوكرانية كييف بهذا الشكل. وبالتالي مع وجود صواريخ الأرض أرض، المروحيات الهجومية، الطائرات الهجومية، واحد من أكبر الأرتال الذي يصل طوله إلى 60 كيلومترا موجود على بعد 30 كيلومترا فقط، مع الإغلاق المحتمل ومحاصرة وتطويق العاصمة الأوكرانية كييف، سيكون أمام الحكومة الأوكرانية بكل تأكيد خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول هو مقاومة القوات الروسية قدر الإمكان ودفع الثمن مهما كان هذا الثمن بأي شكل من الأشكال بالدفاع عن هذه العاصمة المهمة، أو القبول بشروط روسيا لإيقاف هذه الحرب بالتمام والكمال. والشروط الروسية هي تأتي على مستوى 4 شروط مهمة جدا. الشرط الأول هو أن يتم تغيير بعض البنود الموجودة في الدستور، أو حتى إضافة بنود في الدستور الأوكراني، وهذه الشروط يجب أن تنص على عدم انضمام أوكرانيا لا حاليا ولا في المستقبل إلى حلف الناتو بأي شكل من الأشكال. أيضا الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودانييتسك في إقليم دونباس كجمهوريتين مستقلتين، أي بما معنى يتم عزلهم تماما وتصبح دولتين منفصلة عن أوكرانيا، لا علاقة لها في الخارطة بروسيا أو حتى بأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك الاعتراف أيضا بشبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها القوات الروسية في عام 2014، وقاموا باستفتاء، والاستفتاء أدى إلى انضمام شبه جزيرة القرم، وهذا ما جعلها وجعل لونها باللون الأحمر، ولكن أوكرانيا لم تعترف بهذه الجزيرة أبدا، وهي لا زالت تعتبرها حتى هذه اللحظة بأنها أرض تابعة لها. هذه واحدة من الشروط الروسية لإيقاف هذه الحرب، وكذلك النظر في قضية التسليح للجيش الأوكراني بشكل عام، وأن يوقفوا أي هجمات ممكن أن تحدث ضد الانفصاليين الموالين لهم في لوغانسك ودانييتسك، وأقصد هنا الانفصاليين الموالين إلى روسيا التي اعترفت بها روسيا مؤخرا. هذه الشروط كما نلاحظ هي أيضا تأتي مع ورقة جديدة الآن روسيا بدأت تلوح بها، وهي فيكتور يانكوفيتش. هذا الرجل هو الذي كان رئيسا لأوكرانيا، هذا هو رئيس أوكرانيا الأسبق الذي انفجرت التظاهرات بوجهه في عام 2014، وغادر أوكرانيا ووصل إلى روسيا، والرجل بعد ذلك استمر بانتظار هذه اللحظة التي جاءت الآن. ومنذ اليوم الأول لاقتحام القوات الروسية إلى أوكرانيا والهجوم من جميع الاتجاهات، بدأ يقوم بتحركات مكوكية كبيرة بطائرته الخاصة، يمتلك طائرة خاصة يتحرك بها، وواحدة من أهم وآخر التحركات التي تمت بحسب الفلايت ريدار 24 هي كانت مؤخرا قادمة هذه الطائرة من موسكو كما تلاحظون إلى مدينة مينسك الموجودة في داخل بيلاروسيا، وهذه الرحلة التي قام بها هي كانت أثناء ومتزامنة مع الجولة الثالثة للمفاوضات التي تجري بين الأوكرانيين وبين الروسيين من أجل إنهاء، أو الروس من أجل إنهاء هذه المفاوضات وإنهاء هذه الحرب. هذه الرحلة التي قام بها طبعا والمرقمة وطائرته لها رقم خاص ألا وهي RA-09617، وبالتالي هو يتحرك بشكل كبير، والواضح بأن روسيا التي تعتبر بأن هذا الرجل هو الرئيس الشرعي لأوكرانيا، وإن ما جرى في عام 2014 هو انقلاب
غير شرعي، بدأوا يلوحون بورقته وبدأوا يجدون بأن هذا الرجل يجب أن يعود إلى الحكم من جديد. وهذه قد تعتبر نقاط ضغط كبيرة جدا على الرئيس الأوكراني الحالي زيلينسكي، والتي جعلت أيضا النيوزويك الأمريكية أن تعتقد بأن زيلينسكي الآن من الممكن فعلا أن يفاوض القضية المتعلقة في التعديلات الدستورية لعدم الانضمام لحلف الناتو، لا حاليا ولا مستقبلا. وقالت النيوزويك على هذا الأساس كان الحصول على عضوية في حلف الناتو من أهم أولويات السياسة الخارجية لأوكرانيا، لأنه سيعزز دفاعات البلاد، لكن زيلينسكي قد يكون منفتحا على التفاوض مع روسيا بشأن هذه النقطة. هذا ما نشرته النيوزويك يوم أمس. كذلك بأن الوقت أصبح صعبا على الحكومة الأوكرانية الآن مع تقدم آخر جديد وكبير يأتي في المناطق الجنوبية لأوكرانيا. إذا ما ذهبنا إلى هذا الفيديو على سبيل المثال، هذا المقطع المصور الذي يأتي بهذا الشكل كما تلاحظون لهذه المدرعات التي تتحرك بهذا الاتجاه. لو أقفنا الصورة تقريبا في هذه النقطة فقط لنأخذ علامات لنعرف هذه الصورة وهذا المقطع الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية أين هو. نلاحظ بأننا أمام فعلا مبنى كبير للغاية، أمام طريق طويل كما يبدو، وأيضا هنالك سياجا بهذا الاتجاه كما نلاحظ من الممكن أن نستفيد منه في عملية النظر إلى الأقمار الصناعية. وبالتالي إذا ما أكملنا هذا الفيديو الذي نشاهده هنالك راجمات صاروخية، دبابات وغيرها تتحرك بقوة كبيرة في هذه المنطقة. وإذا ما أردنا أن نعرف وأن نقارن هذه الصور التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية بالقمر الصناعي، وإذا ما ذهبنا إلى المنطقة الجنوبية تحديدا، سنلاحظ بأن هذه المنطقة الجنوبية بشكل عام ولكي نفهم تقريبا تمت السيطرة عليها من قبل القوات الروسية بهذا الشكل طبعا، ووصلوا إلى ميكولايف وهم يتقدمون بهذا الاتجاه كذلك، وماريوبول تقريبا قاب قوسين أو أدنى هم من عملية السيطرة عليها بشكل عام. ولكن النظر هنا إلى مدينة كاخوفكا التي سيطروا عليها منذ الأيام الأولى من هذه المعركة، والتي تأتي إلى الجهة الشرقية من نهر الدنيبر بهذا الاتجاه. إذا ما ذهبنا إلى هذه المدينة المهمة، هذه هي مدينة كاخوفكا. دعونا نقترب من هذا الجسر قليلا، دعونا نقترب من هذا المبنى الكبير بهذا الاتجاه، دعونا أيضا نقوم بتعديل الصورة قليلا بهذا الشكل، ولننزل إلى ولنقوم بالنزول مباشرة إلى هذا الشارع بجانب هذا المبنى، وأي شخص ممكن أن يقوم بهذه العملية، وسنجد أنفسنا بأننا أمام نفس العلامات تماما. هذا هو المبنى الذي طبعا ظهر لنا في الفيديو من قبل وزارة الدفاع الروسية، وهذا هو الطريق الذي يأتي بهذا الاتجاه، وهذا هو السياج، وها نحن الآن أمام نهر الدنيبر الذي ترونه بهذا الاتجاه. وبهذا الطريق هي تأتي المدن التي هي غرب نهر الدنيبر. وبالتالي إذا ما ابتعدنا قليلا الآن بالقمر الصناعي، سنلاحظ بأن التحرك بالنسبة لهذه القوات الروسية هو يأتي بهذا الاتجاه، وهذا يوضح بأنهم يريدون خوض معارك في هذه المدن، ويوضح أيضا بأن الروس الآن بدأوا يتحركون للسيطرة على جميع المناطق التي تأتي إلى غرب نهر الدنيبر، وليس فقط ما سيطروا عليه إلى شرق نهر الدنيبر. وهذا يعني بأننا نريد أن نأخذ نهر الدنيبر بالكامل. لذلك الوقت أصبح فعلا صعبا على الحكومة الأوكرانية، والسؤال يذهب ما الذي ستفعله الحكومة الأوكرانية في ظل هذه الظروف الصعبة والصعبة للغاية.